نحن شاكين انه بيتعامل مع الجيش الحر وبيمول اكثر من كتيبه ومجموعه. بدنا باسلوبك الحلو تزبطي وتسربي له المعلومه اللي رح اقول لك اياها. كالوكي دنيا هي دين بانوكي كانو يسي دنيا هي دين مانوكي كانو يسي أحلى دحلور الله حيو الأبو محمد والله شو صار أحلى دحلور بارح كنت شايفه كخة وما بيسوى الله يسلم لك يا الله يخلي لك ولادك ويحفظهم بس ما في مشكلة دحنون قلبه كبير وبيسامع تعرف لك سلو أنا يعني شوي اليوم روقت من الغلة اللي جمعتها بتطلع الناس على بيوتهم والغلة اللي جابوها الولاد يعني سكجنا حالنا شوي وعملنا طبخة من قريبه شو ترك حماد ما قتلك دبارك عندي هاي حركة الأسانسير شغلة حلال وبيجيها من وراها رزقة طيبة بس بدي اشتغل يا سلو بدي شغله ثابته تجيب لي ورد روق ابو محمد روق لا تضوج دبر حالك بهي لبين ما نلاقي شغله ثانيه ماشي بس هلا انا اللي عندك مصلحه مرني الك ولا للزئر خسر زئر بدي اوصل مشوار شي ساعتين زمان بتدير بالك على الدحنون وبتدلله الدحنون بعيوني ابو محمد ورحمه امي كرامته مثل كرامتي وأعز لهلك سرور الدحمون بأيدي أميني ناولني راسك منقول سلام عليكم الله معك مع السلامة عفاك دحمون لا لا بدحلول لا شبهك جاي اسألك شلونك بس لو بتعرف قديشك عزيز وغالي على صاحبك كتير سرور بيحبك يا بدحلول كتير بيحبك